وزارة التعليم توفر أسطول من الحافلات المدرسية لنقل الطلاب من وإلى مدارسهم عن طريق ذراعها التنفيذي شركة رافد. تقدم رافد خدمات النقل المدرسي من خلال أسطول يزيد عن 20,000 حافلة في مختلف مناطق المملكة، طاقتها الاستيعابية تصل إلى 1,200,000 طالب وطالبة. لمنع تعرض الطلاب والطالبات للحوادث في الحافلات، تم تجهيز أسطول النقل بكافة معايير الأمن والسلامة. الحقيقة جميع معايير الأمن والسلامة يتم الرقابة عليها ميدانياً من خلال شبكة المراقبين الميدانيين التابعين للشركة في كافة مناطق المملكة. الحافلات مرتبطة بنظام تتبع يرصد مخالفات السائقين مثل تجاوز السرعة أو فتح الباب أثناء القيادة وتقييم سلوكهم النفسي والسلوكي. بالنسبة للتدريب السائقين، يتم تدريب جميع السائقين في مختلف مناطق المملكة على القيادة الآمنة، أيضاً على خطط الإخلاء للحافلات في حالات الطوارئ لا سمح الله، كما يتم التقييم النفسي والسلوكي للسائقين. سائقو حافلات المدارس يتم تدريبهم على القيادة الآمنة وخطط الإخلاء في حالات الطوارئ.